الحديث يعني خلال السنوات الماضية عن الملحدين، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب تتجه إلى الإلحاد. لكن سائل اليوم له سؤال جديد، يعني ما حكم الشرع في من يصاحب هذه المجموعة من الشباب أو بشكل أدق الملحدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. مسألة العلاقات الاجتماعية وعلاقات التواصل مع الناس في شق منها يعتمد على القرابة، وفي شق منها يعتمد على الزمالة في العمل، وفي شق يعتمد على الزمالة في الدراسة، وفي شق منها يعتمد على الصداقة الشخصية في التعامل مع الناس. فالشق الأول وهو القرابة، فهذه مسألة لا يملك الإنسان فيها أن يختار من يصادق ومن يصاحب، لأن العلاقة فيها علاقة مبنية على النسب، على علاقة الأبوين. إذا كان إنسان مسلم وأبوه أو أمه أو أخوه أو أحد الأقرباء لم يكن مسلما، أو كان ملحدا، أو كان على ديانة غير ديانة الإسلام، هنا يحكم العلاقة صلة الرحم التي أمر بها الشرع الحنيف. فإن كان هذا الكافر أبا أو أما حكمته كمسلم العلاقة بالبر بالوالدين. سيدة أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق في الحديث في صحيح البخاري قالت: يا رسول الله، إن أمي لا تزال على الشرك وتأتيني وهي راغبة، أي راغبة عن الإسلام، أفأصلها؟ قال: صليها. فهنا العلاقة الرحمية بينهما أمر الشرع بها بالصلة. قد تكون الصلة أو العلاقة العلة الزمالة في عمل، في دراسة، فهنا يحكمها أيضا في هذا الأمر الجوار في العمل، الجوار في الدراسة، الجوار في السكن. الجار له حق أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بالحسنة. طيب الصديق، هذه درجة أخرى أنت تختار. غالبا الإنسان لا يصادق من البداية إنسان كان ملحدا، إنما هو صديق ثم ألحد، كانوا أصدقاء دراسة، كانوا أصحاب، كانوا كذا، فاتجه إلى هذا الأمر، سواء كان ملحدا حقيقيا أم ملحدا مجرد ظاهرة موجودة. نعم. هل الإنسان يصادق في هذه الحالة؟ لا مانع إن كنت واثقا من عقيدتك، يكون المجال مش هيكون مجال تشكيك في العقائد. نعم. أما لو واحد يجي يشكك في عقيدتي خلاص، لا يعني أبتعد عنه وأبتعد عني، أو أنا أردت المصادقة من باب دعوته إلى الخير أو دعوته إلى الهداية، أو إن أنا أصنع علاقة طيبة ليرى أن المتدينين ليسوا في جفاء بينهم وبين الآخرين فكريا أو عقديا. فالمسألة تعتمد على مدى ثقتك بتدينك وعقيدتك. نعم. كنت قوي العقيدة لن تخشى أن تكون يعني صديقا أو زميلا، يعني أو محاورا معي. العلاقة في النهاية مبنية على قدرتي ألا أتعرض بأي شكل أو بأي تفصيلة أخرى في حياة الطرف الآخر أن يتعرض لها أنا أو ديني أو غيره. نعم. هذا هو يعني إيه عنوان هذه العلاقة. بالإضافة لذلك النقطة التي تحدثت عنها، وأنه هذه العلاقة لو كانت حتى من باب الدعوة فهي ليس لديها أي مشكلة، لكن إن كنت في النهاية من الممكن أن تتعرض إلى تغيير في العقيدة أو في غير ذلك فالعلاقة ليست مرغوب فيها.